الراديو 90-90 هواها مصر. رجعت معاكم محمود السعيد في حلقة النهاردة من حال بلدنا، وزي ما بقول لكم عندنا بنتكلم عن كل ما يخص المشروعات الجديدة والتحديد في المجتمعات العمرانية الجديدة. لو حد عنده استفسارات عن ما يخص الإسكان الاجتماعي المتوسط بينضم لنا على التليفون الأستاذ هاني يونس المتحدث باسم وزارة الإسكان ومستشار وزير الإسكان. مساء الخير يا أستاذ هاني، ومنورنا دايما على راديو 90-90 وحال بلدنا. أهلا وسهلا بيك. يعني خلينا نتكلم على الجديد دايما، وفي هيبقى في قرعة جديدة لوحدات سكنية سواء في دار مصر أو سكن مصر في مدن جديدة، كمان في بعض الأراضي أو كمان الوحدات سواء المدن الجديدة زي العالمين، المنصورة، امتداد الشيخ زايد. فلو ندي الناس نبذة سريعة عنها وقبل ما ننتقل لموضوع آخر، وبعدين برضو بعد الموضوع الآخر هننتقل لشكاوى أو استفسارات الناس بعد إذنك. أنا تحت أمر حضرتك. اتفضل. خلينا نبدأ في المشروعات. مزيد الإسكان كلف مسؤول هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بالإعداد لطرح أضخم قرعة الأراضي والوحدات السكنية المختلف شرائحها. احنا عندنا إن شاء الله خلال شهر مارس هيبقى في قرعة أراضي كبيرة في عدد كبير جدا من المدن الجديدة، وفي قطع أراضي كتيرة مطروحة بثلاث أقسام اللي كانت مطرح بيهم الأراضي، اللي هو الأراضي الإسكان الاجتماعي دي تكون أراضي صغيرة، تكون أراضي مدعومة، المساحة بتاعتها لا تتخطى 300 متر مربع، ثم بعدها بتكون في الأراضي المتميزة، ودي أراضي أكبر نوعا من المساحات الأولانية، بتكون حوالي 500 متر مربع وفي أماكن متميزة نوعا ما. الأراضي الأخيرة هي الأراضي الأكثر تميزا، ودي مساحتها بتبقى كبيرة تصل إلى 1500 متر مربع، وطبعا دي ما فيهاش أي نوع من الدعم، بتتباع بسعرها الحقيقي للراغبين في الحصول على هذه الاراضي الاكثر تميزا. دي غير اراضي، بدون قطع كلامك، دي غير اراضي المستثمرين. دي اراضي المستثمرين، دي اراضي المواطنين العاديين. دي قطعه ارض يبني عليها الصغيره، طبعا الصغيره يبني عليها شقه، عماره، اما الكبيره ممكن يبني فيلا، سباحه، زي ما يكون. المهم فندعم اصحاب الدخول المحدوده اللي بياخدوا قطع اراضي صغيره، وندعم اصحاب الدخول الكبيره والمرتفعه اللي بياخدوا قطع كبيره يبنوا فيها كيفما يشاؤون، بناخد سعر الارض الحقيقي وبناخد العائد بقى من الكبير ده اللي هو قادر ده ندعم فيه محدود الدخل. واعتقد ان ده يعني تنفيذ فعلي لمبدا العداله الاجتماعيه. طبعا العداله الاجتماعيه طبعا. ده بالنسبه للاراضي. بالنسبه للوحدات السكنيه، احنا عندنا ان شاء الله وحدات سكنيه مطروحه في مشروعي دار مصر والسكن مصر، هيكون برضه طرحهم في شهر مارس المقبل ان شاء الله طبق التكليفات معالي الوزير المسؤول هيئه المجتمعات العمرانيه الجديده. الوحدات دي هتكون في عدد كبير جدا من المدن، منها القاهره الجديده و6 اكتوبر والشيخ زايد والشروق والعبور ودمياط الجديده، وكذلك ده في طرح بقى لاول مره في مدينه العالمين الجديده وفي مدينه المنصوره الجديده. دول مدينتين بكر لسه لم يتم طرح فيهم اي وحدات قبل كده، وده هيكون هو الطرح الاول. وكذلك في امتداد مدينه الشيخ زايد، دول مدينه برضه تقريبا مساحه الشيخ زايد الاولانيه في امتداد ليها تم الموافقه عليه، بدانا فيه العمل منذ شهور قليله، وان شاء الله يكون في طرح للراغبين في الحصول على قطع اراضي او وحدات سكنيه في المدن اللي قلت عليها دي. ده بالنسبه برضه للوحدات السكنيه. عندنا برضه المستثمرين، المستثمر ده برضه احنا لازم نديله فرص للاستثمار خاصه في المدن الجديده اللي هي تقريبا معظم استثمارات الدوله فيها دلوقتي. فعندنا برضه قطع اراضي هيطرحها بنظامين، نظام البيع العادي والتملك للمستثمر الراغب في كده، ونظام الشراكه. الشراكه هنا بدخل كدوله او كوزاره اسكان بشراكه مع المستثمر الراغب في تنفيذ مشروع عقاري بقطعه الارض اللي هي بتملكها الدوله، وبنتفق سويا على النسبه اللي يتم الحصول عليها للدوله عن ثمن هذه الارض، بيكون من عائد بيع الوحدات اللي بيتم بيعها في المشروع. احنا طرحنا قبل كده مرتين طرحين في نظام الشراكه، والحمد لله لقوا نجاح كبير. الطرح الاول كانت مذكرات التفاهم الخاصه بي وقعت في مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي، وتم تحويل مذكرات التفاهم دي الى عقود، وبدا تنفيذ المشروعات دي على ارض الواقع دلوقتي. المشروعات دي حوالي خمس مشروعات فيهم استثمارات تقدر بحوالي 365 مليار جنيه، وفيهم فرص عمل هتوفر من المشروعات دي بحوالي 950 الف فرصة عمل، ده خلاف حوالي 1000 و 100000 110 تقريبا 110000 وحده سكنيه هيتم تنفيذهم في هذه المشروعات الخمسه. ده الطرح الاول. الطرح الثاني فيه 13 قطعه ارض طرحناهم، تقدم عليهم 36 عرض للحصول على هذه الاراضي،
ودلوقتي بيتم الفرز او البث في هذه العروض المقدمه ويتم الاعلان عنها قريبا ان شاء الله. وده الاعلان الثالث بقى اللي هنجهزه شهر مارس المقبل ان شاء الله. هل في مشاكل مع شركات المقاولات زي ما الوزير صرح؟ طبعا عندنا الوزير المدير امبارح صرح تصريح مهم جدا وقال ان احنا بنعد قائمه يمكن تكون قائمه سوداء شركات المقاولات المتعثره ولكن لا تلتزم بالجوده ولا بالتنفيذ في التحقيقات المحدده للمشروعات. وقال ان احنا كدوله دلوقتي عندنا عدد كبير جدا من المشروعات لم يسبق في تاريخ مصر ان الدوله يكون عندها مشروعات بتنفذ في جميع ربوع مصر بهذه الطريقه. وقال ان احنا كدوله اسكان ما متاخرش عن دفع المستحقات الماليه لكل الشركات، وبالتالي اي شركه هتكون عندنا واقفه معاها زي احنا واقفين معاهم وعملنا لهم قانون التعويضات هيكون في مضاعفه لعدد المشروعات اللي بتاخدها بتحصل عليها. يمكن كان ده قالوا العدد من المقاولين كمان او شركات المؤسسه اللي حاضره معانا اجتماع بخصوص مدينه العالمين الجديده وقال لهم الشركه اللي هتلتزم معانا بالجوده في التنفيذ والتوقيتات الزمنيه للمشروعات المختلفه هنضاعف لها الشغل اللي بتاخده وهي قدامكم مش اقل من 10 سنين شغل في العالمين الجديده والمدن الجديده اللي القريبه منها بوجه عام. لكن الشركه بقى اللي بتتعثر في التنفيذ لا تلتزم بالتوقيتات الزمنيه التي لا تلتزم بالجوده في تنفيذ المشروعات فيكون لنا وقفه معاها. والمعالي الوزير ارسل خطابات لكل جهات الوزاره التابعه ان اي شركه من الشركات اللي هي غير ملتزمه دي يبعتوا لنا بياناتها عشان هنعمم تعميم على كل قطاعات الوزاره اللي منعها التعامل معاها نهائيا وهتتحط في قائمه سوداء ولا يتم التعامل معاها. ودي اول خطوه هتكون تجاه الشركات غير الملتزمه. احنا عندنا زي ما احنا ملتزمين وندفع للناس حق او المستحقات الماليه بتاعتهم احنا الدوله فيها عليهم حق برضه ان هم يلتزموا بالتوقيتات وبجوده. طبعا لو روحنا بقى سريعا قبل ما نقرا بعض الرسائل عن محطه انا الجديده واللي هتشتغل تقريبا التشغيل التجريبي في مارس زي برضه ما تم الاعلان وفيما يخص برضه الاعمار ورفع المساحات عشان المناطق العمرانيه اللي هتتم في مدينه قنا الجديده. دي كانت زياره فيها لو بس اديني يا استاذ محمود فرصه اقول حاجه صغيره لو تلاحظ حضرتك. انا بتكلم دلوقتي عن الاراضي والواحات السكنيه اللي بتنفذوا ولا يطرحهم. تقريبا ما فيش مكان في مصر ما قلتش فيه شغل. يعني عندنا شرق مصر وغربها وابلي وبحري فيها واحات سكنيه واراضي بتطرح. انا لما بقول قطع اراضي تطرح في القرعه قطع اراضي دول هتلاقيهم في ال 25 مدينه جديده على مستوى الجمهوريه. يعني بدايه المدن المحيطه بالقاهره ومرورا بالمدن اللي في الدلتا وانتهاء بالمدن اللي في الصعيد وعندنا مدن كثيره في الصعيد وهنطرح فيها وبنطرح اراضي بوفره. فده معناه ان التنميه شغاله على ارض مصر كلها، معناه ان في مشروعات وفرص عمل بتتولد في ارض مصر كلها، معناه ان بنوفر جوده حياه للمصريين كلهم سواء في الدلتا او الصعيد او بحري مفيش فرق كله زي بعضه. اما اجي بقى في الاستخابه اللي حضرتك سالتني عليه ده مساعد نائب رئيس هيئه المجتمعات العمرانيه الجديده كان في زياره لتفقد المشروعات في مدينه قنا الجديده. عندنا في محافظه قنا بنفس مدينتين جداد، مدينه منهم قنا الجديده وراها مشروط كبير فيها والناس بدات تسكن فيها، ومدينه ثانيه دي بناء على طلب اهالي محافظه قنا نفسهم اللي هي مدينه غرب قنا اللي تقع في موقع متميز ديت برضه مدينه بيت من المدن اللي احنا بدانا فيها السنه اللي فاتت التنفيذ. مدينه قنا الجديده بيتنفذ فيها المحطه التنقيه المياه ومأخذ وخطوط نقل للمياه. المحطه دي تكلفه حوالي 217 مليون جنيه بطاقه 23.5 ألف متر مكعب. المرحله دي خلاص في مراحل التشغيل دلوقتي وان شاء الله هتشغل تجريبيا في الشهر المقبل او اوائل الشهر المقبل ان شاء الله. نفس التوقيت مساعد نائب رئيس هيئه المجتمعات المهندس علاء عبد العزيز انتقل بقى لمدينه غرب هنا اللي هي مدينه البيكر اللي قلت عليها للتشهد دلوقتي بقى اعمال الاولى اللي هي اعمال التوصيل للمرافق للاراضي اللي يتم تنفيذ فيها عدد الواحات السكنيه سواء في مشروع سكن مصر حوالي 720 وحده او واحات سكنيه في مشروع الاسكان الاجتماعي برضه حوالي 720 وحده سكنيه. ده بالنسبه لقنا الجديده والقنا القديمه. ده خلاف بقى الخدمات اللي بتنفذ في مختلفه بقى اللي هي المواطن اول ما يسكن. تمام. طبعا بشكرك على كل المعلومات دي. بقى معلش بقى سريعا برضو مش هعطل حضرتك بقى ناخد بعض استفسارات الناس. في رقم اخره 3 تمانيات بيقول اسمه عيد، بيقول انا دفعت كل الفلوس مضيت العقد ولم استلم، هو ميعاد التسليم امتى؟ هو بيقول اعلان سابع محولين 800 فدان. 800 فدان احنا ال 800 فدان المنطقه اللي هي في مدينه 6 اكتوبر فبدانا التسليم فيها ان شاء الله خلاص. دلوقتي كان بنعمل اخر حاجه الاند سكيل للمنطقه دي، اول منطقه فيها حوالي 10,000 وحده وخلال يعني لما يكون اسابيع هيكون ايام ان شاء الله
هيبداوا يبعثوا له الاستاذ العيد اللي هو بيسال فما يطمن هو دلوقتي على مشارف الاستلام مضى العقد وكل حاجه تمام وانا هنسلمه قريبا ان شاء الله. طيب في اثنين استفسارين بما يخص الاعلان الثامن، حد باعت رقم اخره 566 بيقول بعد دفع الاقساط والاستعلام يتم الرفض عن طريق التليفون بسبب علو المرتب الزوج والزوجة عن المخصص وزاد في السنتين، وهذا المفروض يضمن السداد ولكن العكس. وهذا المفروض يا فندم؟ ان ده بيضمن له السداد، ان لو زاد في السنتين يعني هو مقدم؟ لا لا وزاد لا في السنتين دول المرتب بنلتزم فيهم باليوم اللي بدأ يدفع فيه واللي قدم فيه المواطن. رقم واحد مرتبه بنحاسبه على اليوم اللي قدم فيه، ورقم اثنين سنه، يعني ممكن لو احنا بنقول السن ما زيدش عن 50 سنه. لو مواطن قدم على المشروع وعنده 49 سنه ولكن على غير يستلم كان عنده 50 سنه ونص، لا هيستلم ما فيش مشكله، المعيار هو اليوم اللي قدم فيه الوحدات. طيب في حد احمد اسماعيل برضو عشان معلش على الاعلان الثامن بيقول انه ما فيش اخبار لحد دلوقتي، وهو من الناس برضو حول من اكتوبر لحلوان، يعني تاخر الاعلان الثامن ناس كتير بيتكلموا ان هم بقى لهم سنتين. ما انا عارف هو الناس للمره 51 احنا قلنا ان الاعلان الثامن الكراسه الزرقاء كان المفروض ان الناس تخلص الاقساط اللي هي جزء من مقدمه الاستلام او دفعه الاستلام بعد سنه ولكن وبعدها يبداوا يستلموا، ولكن للاسف الشديد مع تحريص سعر الصرف وارتفاع اسعار مواد البناء توقفت معظم شركات النقلات عن تنفيذ اي مشروع، مش بس الاستلام الاجتماعي. وقلت حتى وعملنا مؤتمر صحفي وقلنا فيه الكلام ده، ناخد بند واحد بس من تنفيذ الوحدة، الحديد كان قبل التحرير صار الصرف ب 4000 جنيه بعدها ب 11000 جنيه ب 12000 جنيه. طبعا شركات المواد اللي كانت متعاقده مع كل الوزارات توقفت عن التنفيذ، فبالتالي الدوله تحركت ممثله في وزاره الاسكان ومعانا مجلس النواب واصدرنا كما يصدر قانون التعويض عشان نعوض المقاولين عن الخسارات اللي حصلت ليهم. بدأت المقاولين تشتغل في المواقع خلاص، ولكن المجلس الوزراء اعطى مهله 9 شهور لكل شركات المقاولات لاستكمال المشروعات اللي كانت توقفت عن استكمالها فتره 9 شهور بدايه من كام؟ من قد ايه؟ عشان كده احنا اتاخرنا في التسليم. 9 شهور بدايه من اول السنه بالظبط، عشان كده اتاخرنا في التسليم، ولكن مع ذلك قلنا ان احنا دفعنا العمل في المواقع المختلفه وهنبدا نسلم ان شاء الله من شهر مارس القادم ان شاء الله. ان شاء الله الناس تطمن. التأخير كان خارج عن ارادتنا بسبب قهري، ولكن احب اسال صاحب السؤال برضو او اساله انا بقى واقول له ليه حضرتك ما سالتنا على ليه اتاخرتم؟ مش من حقنا برضو ان احنا نسال، ان التعويضات ديت اللي هي تخطت 7 مليار جنيه وان المواطن اللي حاجز ما دفعش فيها ولا مليم والدوله تحملتها بالكامل، مش ده يعتبر زي اكيد؟ بس هو انت عارف الطبع بتاعنا مش هيحسوا الا لما يستلموا الحاجه طبعا. انا بدفع دلوقتي شركات المقاولات في بعض المواقع ما يزيد على 200,000 جنيه. لا طبعا، وهيحس وبقول لك المواطن مليم زياده هيشكركوا وهيزود ده يوم ما يستلم الوحده، هو بس بيبقى احساس قلق مش اكتر. لكن انا بوجه لك انا بقى رد عنه انه اكيد لا، ده احنا بنشكر الدوله وطبعا ده شيء محترم والله، هو تحمل تاخيرنا ولكن بنقوله غصب عننا والله. تمام. اخيرا في من الاسئله بيقول لو سمحت، متى تسليم وحدات دار مصر العبور المرحله الثانيه؟ وصلت لحد فين؟ الرجاء الاجابه. احمد سلطان. المرحله الاولى والمرحله الثانيه الوزاره بتنفذها بالتعاون ما بيننا وبين الهيئه الهندسيه للقوات المسلحه، الهيئه الهندسيه هي المشرفه على التنفيذ، والحمد لله احنا بدانا نسلم في كل المواقع مش بس في العبور، فاكر الموقع في المرحله الاولى. هننتهي المرحله الاولى نبدا بعدها نسلم طبقا للتنفيذ للمرحله الثانيه. احنا لسه جاي لي النهارده بيان من رئيس جهاز العبور، هنبدا نسلم ان شاء الله في اخر هذا الشهر 10 مرات جاهزين في المرحله الاولى، ده بخلاف اللي تم تسليمه قبل كده. بعدها على طول يبدا التسليم في المرحله الثانيه، نخلص المرحله الاولى. بس عايز اقول اطمن حضراته الاستاذ احمد سلطان ان اول ما بنستلم الوحدات النهايه الهندسيه ثاني يوم بنكون باعتين الارقام الوحدات ديت والعمارات دي لبنك التامين والاسكان عشان يخاطب المواطن ويقول له تعالى استلم. انا ما عنديش مصلحه ان اخر التسليم، انا عايز الناس كلها تستلم عشان احنا ناخد فلوس نكتب الفلوس ديت وحاجات ثانيه لاشخاص تانيين. انا ما عنديش مصلحه في التاخير، لا انا عندي مصلحه ان انا بسرعه ابدا اسلم عشان خاطر اخد الفلوس وابدا بيها بنى لوحدات اخرى لمواطنين اخرين. معلش بقى لو يعني انا غلس انا عارف، بس اخر حاجه بنستغل وجودك معانا، العروض الخاصه بالمصريين في الخارج ده بقى انا بسال حضرتك عليه.
وحضرتك بنتكلم حاليا في حجز المصريين في الخارج شقق وحياه سكنيه بامتحانات غرفتين وصاله ثلاث غرف وصاله بناء على طلب المواطنين المصريين في الخارج اللي هم شرائح مختلفه يتدخل. قال انتوا طرحتم اراضي كثيره للمصريين في الخارج ولكنها ما تناسبش دخولنا الصغيره، طرحتم وحياه سكنيه في دار مصر وفي الرحاب وفي مدينه جديده وفي حياه غاليه، انما مش كل المصريين في الخارج دخلهم كبير، احنا في ناس العامل والساعي و والصنايعي دخلوا على قده فعايزين وحياه صغيره. فطرحنا لهم حاليا 18000 وحده بيتم حجزهم حاليا من خلال الموقع الالكتروني المخصص للحجز للمصريين في الخارج بامتحانات زي ما قلت غرفتين وصاله ثلاث غرف وصاله ده الوحدات السكنيه. في نفس التوقيت برضه بيتم حاليا حجز المرحله التكميليه الخامسه لاراضي بيت الوطن اللي هو اراضي المصريين في الخارج من خلال برضه البريد الموقع الالكتروني المخصص للحجز اللي وفرته هيئه المجتمعات العمانيه الجديده. جميل جدا جدا جدا، بشكر بقى حضرتك جدا يا استاذ هاني على صدرك الرحب، وهتنورنا اكيد تاني في حال بلدنا في راديو 90 ونفتح مواضيع كتيره. بشكرك شكرا جزيلا يا استاذ هاني يونس المتحدث باسم وزاره الاسكان ومستشار وزير الاسكان، نورتنا يا فندم، شكرا جزيلا.